أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بالعلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية، مؤكدا سموه أن هذه العلاقات في تنام مضطرد على مختلف الأصعدة وتسهم في تعزيز وتكوين الشراكات وأطر التعاون بما يحقق مزيدا من التطور والنماء في البلدين. جاء ذلك لدى استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمكتب سموه بقصر الوادي سعادة السيد فاغيف غارايف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في المملكة. وأكد سموه أن العلاقات البحرينية الروسية شهدت تطورا كبيرا بعد زيارة الميمونة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله إلى روسيا في فبراير عام 2016، والتي فتحت آفاقا جديدة وساهمت في دفع علاقات التعاون بين البلدين. وأشاد سموه بالجهود التي بذلها السفير الروسي والتي عززت من العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، والذي كان له الأثر الواضح في دفع العلاقات نحو أطر أرحب من التعاون المشترك لا سيما على مستوى القطاع الرياضي. من جانبه أعرب سعادة السفير فاغيف غارايف عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مثمنا دور سموه في دعم العلاقات البحرينية الروسية ومقدرا لسموه حفاوة الترحيب والدعم الكبير، مؤكدا على ثقته في أن العلاقات بين البحرين وروسيا ستشهد مزيدا من التعاون المثمر الذي يخدم تطلعات قيادة البلدين والشعبين الصديقين.